كل ما نريده هو أن ينتهي هذا الصراع، وعلى الجميع أن يضغط على إسرائيل كي لا تستمر في هذه الحرب وهذه المآسي الإنسانية. أرفض وأدين استهداف المدنيين، ما نراه غير محتمل، وعلى كل شخص أن يتحمل مسؤوليته ويرفض ويندد بقتل المدنيين. نتمنى أن تصبح فلسطين حرة وأن يزول الفصل العنصري، كل هذا يجب أن يتوقف. هناك مسؤولية على أوروبا في إنهاء الاحتلال ومساعدة المحتجين هناك. لن يهدأ لنا بال حتى تتحرر فلسطين. حريتكم أيها الفلسطينيون هي حريتنا. سنستمر في دعمكم حتى تحصلوا على الحرية. نحن نخرج في الشوارع لإدانة ممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيين. 76 عاماً من الاحتلال والنكبة لا تزال مستمرة. الحرية لفلسطين. أنا كسيدة وامرأة وإنسانة لا يمكن إلا أن أرفض ما يحدث في فلسطين. لا أقبل هذا، وأقول للفلسطينيين أنا معكم وضد الإبادة.